ابو عبيد، ابو عبيد، هلا هلا ابو عامر، هلا هلا، صبحت بالخير. الله يصبحك بالعافيه. اقول وش سالفه الحرام اللي بغى يدخل ببيتنا وبعدين راح لبيتكم؟ حرامي؟ وش حرامي؟ اجل عيالك ما قال لك شيء؟ لا والله ما جابوا لي طاري يا ابو عامر، بعدين انا اللي صليت العشاء انا، يا اخي ما بي حيل على السهر. اجل تلقاهم ما يبون يشغلونك ولا يشغلون بالك. ما علينا يا ابو عامر، بس الليله ان شاء الله انك عندنا على العشاء. انت قول انك تنام بعد العشاء، وشلون اجيك بعد العشاء؟ يا حبيبي يا ابو عامر، انجار وحبيب وابن حمولي، لو تبي نسهر الليالي. السلام عليكم. عليكم السلام. صبحك الله بالخير عم ابو عامر. الله يصبحك بالعافيه. يا حبيبي يا عبيد، عمك ابو عامر الليله عندنا على العشاء، ضبط الامور ولدي. ها؟ ابشر يا ابو ابشر. بس اليوم يبقى معزومين حنا عند خالي مفلح على العشاء. خالك مفلح؟ اي خالي، ما عليه يا عم ابو عامر، مرة ثانية. مرة ثانية، على خير ان شاء الله. وش عنده خالك مفلح؟ اليوم يبقى اجتماع شجرة العائلة ولا نسيت؟ اي ويحي، يا اللي تسلوى مشجري. يا ابو عبيد، ما هم طمنين تصرفاتهم. لا يكون ضايقوك بشي يبا. لا 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 لا. تصرفاتهم وأبوهم ما يحترمونه ولا يقدرونه. أتصدق إنه عازمني على العشاء وين طولد عبيد يقول خله يوم ثاني؟ يا يبا ما تدري إيش ظروف الناس، يمكن عندهم ظرف. ما هي بأول مرة المسألة فيها إنه. أما ها كاله راجو 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 بول رابك راجو. ها नहीं, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे. वहाँ मौसम कैसा है? नहीं नहीं, सब ठीक है यहाँ पे. बस ये कि यहाँ पे انت الحرام بي. انت الحرام بي. قم 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 راجو. شاكشين انا في شوف. ما في شوف راجو. هذا بابا انت راجو. ما في بابا انت. امسك امسك. ما في بابا انا انت. ما في شوف. خلاص كلام. خلاص راجو. كفو يا راجو. سلامات، وش فيك انت؟ هذا نفري ضربنا. من هو ذا اللي ضربك؟ هذا وايد غطي وجهه. راح. من وين راحوا؟ راح هنا هنا راح هنا. اشو اني لحقت الليله يا عبيد، ولميت الليله ولا احد شافنا وربك ستر. لكن انا علمك الصج، ترى طقت سبدي خلاص، ما اقدر اصبر. شوف لنا حل يا عبيد. ما لنا الا نتابعه ونشوفه متى يصحى ونحاول نمنعه وبس. وبس ونترك اشغالنا ومشاويرنا ونستلم خفاره هنا عند ابوي. ما في غير الحل هذا؟ لا ابو حل. وشو؟ نزمه الحين ونوديه دكتور نفسي. زمك شيطان. ما تستحي تقول الكلام هذا. وش بيقولون عن العالم؟ أبوهم مجنون مريض مودينا طبيب نفسي. ها باي قاله ठीक है باي. شوف هذا بيت. هذا بيت شيء ما كبير. مجنون. ايش سوي هو؟ هو في ادرب انت ولا تيجي اعطيك 500 فلوس. شويه هو في يطلع انت في روح شيل فلوس. سوي كده مسخره. تمام. جا 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 روح روح روح. انا يبقى جنجال انت. يلا يا شيبه يلا اضرب اضرب يا شيبه يلا 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 اضرب اضرب. انت مجنون انت منسبه انت. الله يصلحك الله يصلحك. توكل توكل انت وياه. ايش في كلام هذا؟ ايش في كلام هذا؟ ايش الله يحفظك. انا مجنون انا مجنون. انا يبقى جنجال انت. شعلمك وانت مجنن انت. ما الله يصلحك انت وياه. يلا 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 ول. ها باي بايسا ديا فلوس. راجو انت نفر ما في سيدة. انت حركة ما في كويس. والله ما في كويس. انت ما في كويس. ابوك البخاري البطل. ومع الليمون بعد. سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا عم ابو عبيد. اقلط اقلط حمادك تحبك. يا حبيبي هالوجه. اكيد انت جاي تبغى الاجار صح؟ لا والله يا كفته بالكفاتي، انا مريت من عند الاستراحه وقلت امر عليك وبسلم عليك. انطح فالك انطح فالك. يا حبيبي والله يا عامر يا بعد حي يا عامر. انا ماني من الشيبانه المنغلزين بالحيل.
رجال طال عمرك فلاوي وشعبي. شعبي؟ اي بس حنا جايبين بخاري. يا حبيبي والله خلنا نتغدى ووريك اللعب البلوت. اوف تعرف تلعب بلوت؟ هي وشلون ما اعرف العب بلوت؟ انت قم صوعك هذه تقول اكت شريا. حلوه؟ اي حلوه. اضحك اضحك. قال لك انا يا عامر خلهم يشترون وانا ادبل، هذول غشمان لعبتي اعرفها. اي والله انك صادق انهم غشمان. شكلك استنست بالاستراحه يا عم ابو عبيد. هي والله جازتني يا عامر، انبسطت واستعصع صدري يا حبيبي يا عامر. اجل اسمع خلنا مرك بعد العشاء وندزها الاستراحه نطقها بلوت. لا والله يا بعد حي يا عامر، انا نام بعد العشاء بعدين يا ربي دخيلك. هذا النهار يمشي بساعه يا بعد حي، ولكن ان شاء الله بعدين. سلم لي على الوالد يا عامر. ها سلم عليه يا راجو. راجو ايوه اجي اجي. خذ جيب خبز بريال بر بريالين عادي بثلاث ريال صمودي. اوكي اسمع جيب لبن وجيب. انت الحرامي ادري انت الحرامي. وش تبي انت من انت؟ انت وانت الحرامي بعد الثاني. ها ابي اجيب الشوزر انا بذبحكم بذبحكم. وش السالفة؟ معلوم هذا واحد نفريجي يضرب انا؟ ايه هذا هو ابو بيت. طب ورا يوم اسالك تقول ما ادري. هذا ولد انا اعطيه 500 ريال عشان ما في كلام. يعني رشوة؟ انا اوريك اعلم ابوي. سالفته ذا حرامي 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 حرامي. امشي وين الحرامي؟ وين وينك؟ وين الحرامي؟ وش بك؟ وش بك؟ وش بركبك؟ وش بركبك؟ خير 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 وش بك؟ خير يبا خير خير خير. وش صاير؟ وش صاير؟ هشواني جابك الله يا حضرة الضابط. اقبض على الحرامي بغى يذبح ويسرق البيت. ابشر ابشر الحين نقبض عليه ونوديه للقسم. ابشر يبا اقصد ابو عبيد. حاضر. قم 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 قم. ضابط وش تقبض على من؟ قم يا ابن الحلال امشي امشي. هذا كله هسل سوا سوا بابا انت. اسمع يا راجو، هذه 500 ريال انت شيل بس ما نبي حد يدري. راجو بابا مريض واجد تعبان. هذا امر يشوف انت بابا سوا سوا يضرب انا. والله الورطه والله هذه امها. هات هات 500 هات. راجو يا راجو عبد الله ايش فيك ولا ابوك؟ الله يسلمك. لا ما انا شيء تعكرفت عند الباب وقعت على ولا لا ابو. وش مالك ما تسفين؟ اقلطوا القهوه اقلطوا. تسلم تسلم يا عم ابو عامر، والله احنا مشغولين ومستعجلين. والله ما دامكم مشغولين الله لا يشغلني الا بطاعته. حرك والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو عبيد. اقلطوا حياكم الله حياكم الله يا هلا. هل انت يا ابو عامر اللي قلت عندنا الليله؟ عشاك الليله قلت تم تم. يلا عندنا عشاء يا وليدي. يلا امشوا امشوا امشوا. يلا يلا يلا. عم ابو عامر سم سم الله عدوك. ابوي يسلم عليك ونسى انهم عزوم اليوم على عشاء، خلها مره ثانيه ان شاء الله تجينا. اي ما يخالف ما يخالف ما يخالف. صدقون يا رجعتوني ورا 30 سنه. افا شباب ابو عبيد اصلا ما توقعت جوك فله. دامك كل يوم تجينا لازم تقط. اسكت يا فقي، ايش اللي يقط ولا ما يقط؟ هو صاحب الاستراحه حبيبي ابو عبيد. ايه سلامات. دارين انه صاحب الاستراحه بس كلام كفته صح، لازم يقط. ما يخالف تبون يقط، ان بغيتوا كاش وان بغيتوا خصمه من ايجار الاستراحه يا حبيبيني. وهذه سوا وقامت عليكم يا غشمان. يلا قم يا عامر قم قم يا حبيبي. انا هي انت في احد غيرك اسمه عامر بالاستراحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا حيهم تفضلوا تفضلوا. يا من العافيه يا عامر. لا والله جايين ناخذ الوالد بس. لا والله ماني رايح انا يا ملعب بلوت انا بهذا ماني رايح. يبا نسيت انك تنام بعد صلاه العشاء على طول. ماني رايح ولا تحرك يا مكسر راس عامر هنا بلوت. يا بيي يا بيي البلوت ما وراه الا وجع الراس وصراخ وخناق. همش معنا البيت الحين. ماني رايح ابد. خلاص يا عيال خلوه انا اجيبه بعد المغرب. عقب المغرب
لا 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 لازم امشي الحين. يابا امش معنا يرحم والديك، لا تحرجنا قدام العالم. ماني رايح ماني رايح، اقول وخر 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 انت وياه، وتبي تجلسون اجلسوا، ما تبي تجلسون طشوا بالمياه.